المقدمة ديال فريق اتحاد طنجة مع فريق الصحافة الرياضية لمدينة طنجة. مقدمة اتحاد طنجة ضد الجمعية ديال الصحافة في إطار ديال الاحتفال بالذكرى فهمتي الأربعينية ديال المسيرة الخضراء، فنظمنا واحد اللقاء اللي هو لقاء رياضي من أجل التذكير بهذا الحدث اللي هو حدث من صنع عبقرية ديال الراحل حسن الثاني. ولله الحمد كتشوفوا بأن العرس على جميع الصعيد الوطني، فحنا إلا كرياضيين من طبيعة الحال خصنا حتى حنايا عاود نبينوا أننا حنا بجنب هذا الحدث هذا، حنا في أمس الحاجة بإحياء هذا الحدث وعطيه القدسية ديالو اللي كيستحقها. حنا كرياضيين من هذا المنبر من هذا الموقع ديال الملعب كنحيوا الشعب المغربي بهذه المناسبة هذه، وكنحيوا رائد بلاد اللي هو قائد هذه الأمة هذه، وكنتمناو دائما الرقي والأمان هذا البلد السعيد إن شاء الله بإذن الله. المباراة بين الجمعية الرياضية الصحافة الرياضية فريق ممثلي الصحافة وفريق قدماء لاعبي طنجة اتحاد طنجة كتقوم في إطار احتفالات بالذكرى الأربع للمسيرة الخضراء، ونظمنا غنظموا إن شاء الله واحد الندوة في العشية حول عنوان ديالها أي دور الجهوية في تطوير منظومة الاحتراف كرة القدم نموذجا، وهذا الشيء كمان باش كان على الإعلاميين ولا الرياضيين كيقوموا الواجب ديالهم في التمسك وراء صاحب الجلالة بكل خطوة التي يتخذها، نباركها إن شاء الله. وكذلك كتدخل في إطار العلاقات اللي كتربط الزملاء الإعلاميين الرياضيين وقدماء اللاعبين. بالنسبة للاحتفاليات ديال المسيرة الخضراء، جمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة تنسيق مع جمعية الصحافة كتعمل مباراة تكريمية احتفالية، وهذا طبعا كنوجدوا واحد التنسيق واحد عقد شراكة ما بين الجمعية قدماء جمعية اتحاد طنجة وجمعية الصحافة، وطبعا الحل اللي غتخلق واحد النوع ديال الدعم الرياضي الرياضة بصفة عامة بمدينة طنجة وفي الشمال ديال المغرب. وكنشكروا على المبادره جميع اللاعبين اللي حضروا ولبوا النداء سواء الجانب ديال الصحافه او قدماء اللاعبين اتحاد طنجه، وكنتمنوا بان هذا الصامت ديال القلب ديالنا بان كنبلغوا رساله كذلك الفريق الاول باش يبقى في المسيره ديالو ان شاء الله ويحمر الوجه ديال مدينه طنجه بانتصارات ويعود الى الاوج ديال العطاء ديال مدينه اتحاد طنجه اللي كانت كتلعب دور ادوار طلائعيه في البطوله الوطنيه. والحمد لله الانطلاقه هي انطلاقه جيده، كنتمنوا لها مسير مزيد من التوفيق والتالق في المستقبل القريب ان شاء الله. طيب هذه المبادرة التي جاءت من عند الجمعية المغربية للصحافة الرياضية قارة طنجة وتنسق كذلك مع جمعية قدماء لاعبي فريق اتحاد طنجة تدخل في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد المسيرة المظفرة، الذكرى التي تحمل سنة الأربعين هذه السنة. أعتقد على أن هذه ذكرى ذهبية لأنه في هذا الصباح هنا في طنجة في ملعب سياتل، ولكن في مدينة العيون أعتقد وحسب ما تتبعناه من مجموعة من البرامج على مستوى التلفزيون على مستوى الإذاعة على مستوى الإعلام الإلكتروني على أن المنطقة الصحراوية خصوصا هو العيون على وجه التحديد وتعريف عرس سياسي عرس رياضي عرس اجتماعي من خلال واحد المجموعه ديال المشاريع التي سيعطي انطلاقتها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اتمنى من الانشطه التي برمجت خلال هذه الذكرى الأربعين ان تكون قدوه للجيل الذي لم يعيش المسيره، للجيل كذلك الذي سيأتي بعد هذه الذكرى الأربعين. ونتمنى طبعا أن يكون هذا حد لمشكل الصحراء وأن يتم ترصيف ما يسمى بالسياسة الجهوية وأن يحكم طبعا المغرب هذه المنطقة وأن يضع حدا للخلافات السياسية المفتعلة في هذه المنطقة. شكرا. الحمد لله كما شفتوا كانت مباراة بين الصحافة الرياضية مدينة طنجة وقدماء ديال اتحاد طنجة، وكانت مناسبة كبيرة.
كبيرة وغالية جدا لتخليد الذكرى الغالية ديال عيد المسيرة الخضراء. حنا كنعتزوا بهذا العيد هذا، والحمد لله اليوم كانت واحد الفرحة بين الأصدقاء والزملاء الإعلاميين، وكذلك كانت مناسبة ديال ملاقاة اللاعبين السابقين اللي تألقوا على الصعيد المحلي ضمن فريق اتحاد طنجة، وكذلك ضمن العديد من الفرق المغربية والدولية. الحمد لله حنا سعداء بمثل هذه المبادرات، وشكرا لتحتفل هذا الشعب المغربي كامل حنا بصحتنا تنحتفلوا بهذه المناسبه الكريمه والعظيمه. طعينا اننا نقوم مقابله مع جمعيه قدماء اتحاد طنجه مع الصحافه ديال طنجه، وفي هذا الاطار العلاقه ديالنا قد بطت، وخلالها في العشيه ان شاء الله غادي نديروا واحد الاتفاقيه اللي غادي تسمعنا الشراكه بيننا وبين الصحافه. ونشكركم على تغطيه هذه المناسبه. واخا فيديو غنشوفو الساعة ونتي دابا نيت تبارك الله عليك الساعة ونتي. الله يبارك فيك، شكرا. الساعة ونتي تبارك الله عليكم. الساعة ونتي من النجوم السابقين ديال المنتخب الوطني وديال النادي القنيطري، تبارك الله عليك. لعبتي في الفريق ولعبتي في طنجة وحملتي قميص الفريق ديال طنجة، مثلتي المغرب على الصعيد الافريقي والدولي، تبارك الله عليك. الساعة ونتي اخلاق عالية وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا على المشاركة ديالك. الله يعاونكم. شي كلمة الساعة ونتي بالمناسبة ديال المسيرة تنهنيوكم على هاد المبادرة اللي درتوها، هادي ماشي سهلة باش الإنسان تيهني فيها، هادي مبادرة وطنية قبل ما كل شيء، قبل ما تكون رياضية، وتنشكرو الإخوان كاملين اللي شاركوا في هاد المناسبة هادي. شكرا سي عبد اللطيف، تبارك الله عليك، شكرا جزيلا. أنا من الصحافة كل ما رجع شوية، مبقيناش كنشوفو ديك المهاجمين اللي كنا نعرفوهم قبل، المستوى نقص شوية من الناحية ديال المنظر ديالي اللي كنشوفها، والله أعلم بأن شنو كيدور وشنو هذا. تطورت الإمكانيات والمستوى قبل ما كانتش الإمكانيات كان المستوى عالي. هذا هو بيت القصيد اللي بغيت نحسب لك، أنكم طورت الماديات تبقاو على كل شيء، ولكن المستوى ديال اللاعب ما تحسنش. يعني الامور رجعت لورا شويه، تكنيك مو تكنيك مو امكانيات موجوده، ولكن سي يونس واحد الصديق ديالنا ولا